موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر، الله أكبر. من خصائص وفضائل لا إله إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أفضل الذكر، طبعا بعد القرآن الكريم، كما في الترمذي وغيره، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وكلام الملك ملك الكلام. أما الكلام الذي يتعبد به العباد فأفضله هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها. لأجل ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الإكثار منها وعلى إدمانها وكثرة ترديدها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. يعني أنه أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل ما ينطقه الإنسان، فينبغي أن يكثر من شهادة التوحيد. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم، يعني تمتعوا بها قبل الموت وتنعموا بها في حياتكم، ولا تزال أفواهكم رطبة بهذا الذكر الكريم الشريف قبل أن تحرموا بالموت وتنقطعوا عن الأسباب، وبالتالي يحال بينكم وبين النطق بها. فاغتنموا حياتكم بالإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم،